في سلسلة من التحديات عملتها شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وغيرها من المنصات، أطلقت هذه الشركة نموذج ذكاء اصطناعي عنده القدرة على ترجمة الأحاديث وتفريغها صوتيا لعشرات اللغات. كمان هتكون أدوات جديدة يقدر من خلالها الشخص أنه ياخد النص ويترجمه وكمان يحوله لحديث صوتي كأنه بيتكلم باللغة بطلاقة وبمهارة. إيه حكاية التقنية الجديدة دي وإزاي هيتم استخدامها؟ ده اللي هنعرفه من الدكتورة مروة الحفناوي خبيرة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا أستاذة من، أهلا بحضرتك، أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا دكتورة. بداية لما نيجي نتكلم عن التقنية دي، ازاي شايفة تقنية ان احنا بناخد الاحاديث ونقدر نحولها للغة مختلفة صوتية كمان مش بس مكتوبة؟ هو ده كان التحدي اللي كان بيواجه ميتا من ساعة اما اطلقوا مشروعهم الاول السنة اللي فاتت. فالسنة اللي فاتت كان اسهل حاجة، او يمكن ده اللي احنا كنا كمان متعرفين عليه من خلال شركات اخرى زي مثلا جوجل ترانسليت، كانت اللي هي التكست تو تكست، او اللي هي النص الكتابي للنص الكتابي، دايما دي كانت لغه الترجمه اللي موجوده اونلاين. فالتحدي الكبير اللي كانت ميتا بتحاول تعمله ان يبقى في حديث صوتي، سواء في المدخل يعني اللي احنا مدخلين للسيستم حديث صوتي، سواء اللي بيخرج لنا من على سيستم الترانسليشن او على سيستم اللي هو الترجمه يخرج كمان حديث صوتي. فهم ده كان تحدي كبير جدا، والمشروع ده اثبت ان عملوا نقله في صناعه الترجمه نفسها. اي وبناء عليه ممكن تستغله في ايه يا فندم؟ يعني النتائج الخاصه بهذه الميزه التنافسيه ممكن العمل عليها بعد كده في ايه؟ هقول لحضرتك حاجة. أولا ده بيوصل العالم كله ببعض، لأن هم مش بس خلوا يعني لغة واحدة هي يعني، أو اللغة الإنجليزية هي السائدة، أي نعم في معظم العالم، لكن هو خلوا فوق يعني 100 لغة في النص الكتابي، لكن لما بيبقى في النص الصوتي خلوا 35، يعني المخرج لهذا السيستم أو هذا النظام يبقى 35 لغة زائد اللغة الإنجليزية، فخلوا التواصل بين العالم وبعضه أسهل كتير. زائد الناس اللي بيعانوا أوقات من مشكلة في التواصل لما بيسافروا بلد مثلا وما يعرفوش أي حاجة عن اللغة، فدي هتسهل حاجات كتير، إن مش إن أنا أوري نص كتابي مثلا لسائح عشان أقول له حاجة، لا بالعكس أنا هخليها له بلغته، فده هينمي سياحة يعني بشكل رائع في بلاد كتير جدا. زائد كمان الناس اللي عندهم مشكلة في نفس التخاطب، انا كده باثر عليهم المسافات، ان هم مش هخلي عندهم مشكله في التواصل مع باقي المجموعه اللي حواليهم. اكيد يعني افهم من كده لو انا موجوده في الصين ومش بعرف اتكلم صيني هقدر استخدم هذا التطبيق واقدر اتواصل بيه بمنتهى السهوله واستخدم الترجمه النصيه على طول من غير ما ابقى محتاجه بقى ان انا اقعد اكتب واقرا المكتوب واقراه او انطقه بصوتي او بلساني. بالظبط بالظبط، وهي كان هو دي النقله، اللي هم خلوا موديل واحد او نموذج واحد بيعمل كل الحاجات دي، بيبقى فيها النص الكتابي وبيبقى فيها كمان النص اللي بالحديث او الصوتي. وده حاجه كمان خلوا فيها الاوتوماتيك سبيتش ريكوجنيشن، او التعرف على الصوت الاوتوماتيكي، فمن موديل واحد بس او نموذج واحد بس، ودي نقله اوريدي في الذكاء الاصطناعي. احنا كنا بنضطر ان احنا نعتمد على اكتر من نموذج لو عايزه اعمل نفس الفكره دي، فمش اقل من 4 أو 5، لكن كده ما يبقى في عندي نموذج واحد اللي هو النموذج التاسيسي عندي بيقوم بكل المهام دي، فدي نقله كبيره جدا في مجال الذكاء الاصطناعي. أي. طب يعني لو ده هو النموذج المجاني اللي هتطرحه شركة ميتا، النموذج المباح هيبقى عامل ازاي يا دكتور؟ هو ده هيبقى النموذج المباح ده، هم عملوا حاجة كويسة جدا، ان هم هيخلوا الكود وهيخلوا فوق عن 270,000 ساعة من التدريب. احنا دايما في الذكاء الاصطناعي بيبقى فيه حاجة اسمها بيانات التدريب، فهم عملوا فوق عن 270,000 ساعة متاحة لكل حد عايز يطور في هذا المجال،
وهيفتحوا الكود طبعا للناس ان هم يقدروا ان هم يحطوا الكودز بتاعتهم ويطوروا فيها ويقدروا يدربوا كمان الموديل ده اكتر واكتر، فسواء بالنص الكتابي او بالنص الحديث. وده يعني ده حاجه تحسب لهم بصراحه ان هم يفتحوا سواء الكود او الداتا اللي هم مرنوا عليها النموذج بهذا الكم، لان ده بيحتاج وقت كتير جدا ومجهود كتير جدا، الا لو حد مثلا باني موديل او باني نموذج بيقدر ان هو يسحب، او بلغه علماء الكمبيوتر ساينس بيقدر ان هو ينقب او يعمل مع عمليه التعدين للديتا في الانترنت، فهم بيأثروا المسافات على كل الباحثين في هذا المجال. طيب، أخلاقيات تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي دي احنا مش عارفين، يعني منصة ميتا بيبقى عندها حاجات كتير قوي مختلفة، بيقولك احنا بنتبع المعايير المجتمعية او السوشيال ستاندردز او السوشيال اسكس او المعايير الأخلاقية اللي بتبقى موجودة المجتمعية. احنا متخيلين ان هم هيحطوا معايير أخلاقية محترمة كده تقدر تقلل اللخبطة اللي ممكن تحصل؟ احنا كلنا بنعمل في هذا، وعلى حسب البيان اللي شركة ميتا اصدرته قايلين فيه ان هم هيحترموا اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، هيتبعوا حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي المسؤول، ومن ضمن المعايير ديت الشفافية، عدم التحيز. لكن هم بيقولوا هم لسه بيواجهوا تحديات في المجال ده، بالذات التحيز بين الأجناس وبعضها، بين الرجل والمرأة. ده اوريدي تحدي كبير جدا جوه الذكاء الاصطناعي، ان انا اخلي الخوارزميات اللي بتستخدم ما تبقاش متحيزه لاي طرف من الاطراف، وبتحتاج كمان ان البيانات اللي داخله تكون دقيقه وما يكونش اتلعب فيها. فدي طبعا تحدي سواء ليهم سواء للناس اللي هتستخدمه، لازم يكونوا عارفين ان في لازم مقدار من الخطأ وارد جدا ان هو يحصل. طبعا. هم كمان اصدروا في بيانهم ان هم هيحاولوا بقدر المستطاع ان يقللوا البيانات السامه او كويس ان قوي. طيب، حاجه تدعو للعنف. طبعا احنا زي ما بقول لحضرتك، اخلاقيات واداب الذكاء الاصطناعي ده موضوع كبير جدا، لكن من اهم حاجاته الشفافيه والعداله وعدم التحيز، وان احنا ما نبثش اي عنف يستخدم، لاني طبعا ده مجال ممكن يؤدي الى كوارث لا قدر الله بعد كده. أكيد. قصة إن شخص ياخد نص ثم يترجمه ثم يحوله لحديث صوتي كأنه بيتكلم هذه اللغة بمهارة، ده ممكن يفتح لينا آفاق برضو في قصة الذكاء الاصطناعي، إن هو يستخدم في التمثيل، إن هو يستخدم في الأداء الصوتي أو المسرحي أو السينمائي. أكيد. هل شركة ميتا حاطة ده في حساباتها؟ هو لسه طبعا هو ده بحث كبير جدا، هم بيقولوا ان هم لسه الابحاث عندهم شغاله، وده بحث كمان على مستوى شركات كتير وكل الباحثين في هذا المجال. بالظبط. يعني هنقول ان الدول الاجنبيه دلوقتي بتلجأ جامد جدا ان هم يحطوا معايير تنظم الذكاء الاصطناعي، والمعايير دي مش هتبقى فقط من الناس اللي بيشتغلوا على القوانين، لا دي هتبقى من مهندسين، هتبقى من الباحثين في هذا المجال، هتبقى من كل الأطراف اللي بيساهموا في هذا المجال. لأن زي ما قلت المشكلة الكبيرة اللي ممكن تحصل إن إحنا ندمر البشرية من الذكاء الاصطناعي لو استخدم بشكل خاطئ. إحنا دايما بنقول الإنسان ربنا خلقه في أحسن تقويم، ومخ الإنسان هو المفروض أحسن حاجة، فما ينفعش ان احنا نيجي نعمل حاجه تسهل على الناس حياتهم فبنأذيهم بعد كده بيها. ودي القوانين اللي هم دلوقتي بتناقش في كل الدول الاجنبيه، وبيحصل يعني ان جامعات في الخارج دلوقتي تفتح اقسام بالكامل للبحث فقط في اخلاقيات واداب الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن تحديدها او هنقول وضعها في الاطار المظبوط عشان ما يؤديش إلى مشاكل، وعشان نحمي بيه الإنسان اللي هو من ضمن حقوقه حمايته من مشاكل الذكاء الاصطناعي ومشاكل أي عنف ضده، وكمان عشان نقدر نحط المعايير اللي يمشي عليها كل الدول بعد كده إن شاء الله. أكيد. كل الشكر ليكي دكتورة مروة الحفناوي، خبيرة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لحضرتك.